تبدأ القمة الروسية الإفريقية في سان بطرسبورغ غداً الخميس، وعلى رأس جدول أعمالها الحبوب. رغم كل ما نتج عن غزو أوكرانيا مع مذكرة توقيف بحق الرئيس فلاديمير بوتين بتهمة ارتكاب جرائم حرب، استجاب 49 من رؤساء الدول الإفريقية لدعوة بوتين. فما الأسباب؟ كان الاتحاد السوفيتي السابق شريكاً محورياً للعديد من الدول الإفريقية في حربها ضد الاستعمار، وقدم التمويل والدعم المعنوي وفي بعض الحالات الأسلحة لحركات الاستقلال، ما كان بالنسبة لموسكو فرصة لمواجهة النفوذ الغربي خلال الحرب الباردة. ما تزال دول مثل جنوب إفريقيا وزيمبابوي وأنغولا وموزمبيق تحكمها أحزاب كان يدعمها الاتحاد السوفيتي. في السنوات الأخيرة كانت روسيا أكبر مصدر للأسلحة إلى القارة الإفريقية. أكبر مستوردي الأسلحة الروسية في القارة الجزائر ومصر والسودان وأنغولا، ثم هناك مجموعة المرتزقة فاغنر، وهي نشطة في مالي وجمهورية إفريقيا الوسطى وليبيا والسودان. المجموعة متهمة بارتكاب أعمال وحشية مروعة ومذابح وانتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان، وهي تدعم الحكومات مقابل حصولها على موارد طبيعية مثل الذهب. أدى انسحاب روسيا من اتفاق تصدير الحبوب عبر البحر الأسود إلى ارتفاع أسعار الغذاء العالمية، ومن المتوقع أن يصيب هذا شرق إفريقيا بشكل أكبر، إذ يتم استيراد ما يقرب من 80% من الحبوب في شرق إفريقيا من روسيا وأوكرانيا. قال الرئيس بوتين إنه يريد طمأنة الدول الإفريقية بأن روسيا قادرة على تعويض الحبوب الأوكرانية. مصر والجزائر من الدول العربية الإفريقية التي لديها خطط غذاء مع روسيا. تبحث مصر وروسيا تبادل السلع الغذائية بالروبل والجنيه المصري بدلاً من الدولار، كما تنويان فتح حسابات في البنوك الزراعية لكلا البلدين للمعاملات المباشرة. أما الجزائر فزادت وارداتها من القمح وزيت فول الصويا من روسيا، وناقشت الصفقات الزراعية المحتملة خلال زيارة الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون إلى روسيا الشهر الماضي.